مريم 23 سنة، طالبة في إحدى الجامعات التونسية. أصرت في أحد التقارير التلفزيونية أن أستاذاً تحرش بها داخل الحرم الجامعي. دي نهار من نهارات قاعد يفسري في الدرس، نلقى قريب دي برشا، يعني مسافة غير عادية. في نهار جاء قال لي راني راك عجبتني وراني نجم نوفر لك كل شيء وراني نجم نتقابلوا البرا. اعتبر بعض المغردين أن الحالة فردية ولا يمكن تعميمها، في حين رأى آخرون أنها من الممكن أن تتحول إلى ظاهرة اجتماعية. أما في مصر فقد أطلقت الجامعة الأمريكية في القاهرة العام 2020 حملة جامعة الآمنة من أجل مكافحة التحرش في حرمها. وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في العام 2017 أظهرت أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر، وخاصة داخل الجامعات، ولعل أبرزها واقعة التحرش الجنسي الجماعي بطالبة في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول مجموعة من الطلاب تجريد فتاة من ملابسها. أما في لبنان، ورغم أن مجلس النواب أقر قانوناً يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، إلا أن غالبية الطلبة يعتبرون الجامعات بيئة غير آمنة. بقلب الجامعات سمعنا أنه صار في تحرش، إن كان لغوي أو إن كان جسدي، يعني منه شيء غريب عنا أنه نسمعه. وأغلبية الأوقات الأبروتش بتكون كرمال دكتور أو حيلا حدا من الإدارة يقدر يتقرب من طالبة، هو كرمال العلامات أو كرمال بروجي معين أو كرمال إذا بتعمل هيك أنا بقدر بالمقابل أعطيك شيء بالمقابل، نشحك ماستر، نشحك ليسانس، تشوف الشيء يا حبيبتي، أنت حبيبتي قلبي. أما في سوريا فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لأستاذ في جامعة الفرات يتلفظ بكلمات نابية متوجها إلى إحدى طالباته، اتهم على أثره بالتحرش واستغلال طالباته جنسياً.